أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أهمية تعزيز الجهود الوطنية المشتركة مع مؤسسات التدريب الخاصة لتعزيز مكانة التدريب المهني وفعالياته وأدواته للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، لافتا إلى ضرورة استمرارية العملية التدريبية من خلال استثمار التقنيات الحديثة لإقامة الدورات التدريبية عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. جاء ذلك لدى مشاركته في حفل توزيع 6 مذكرات تفاهم بين الوزارة ومعاهد ومؤسسات تدريبية خاصة لتدريب الباحثين على العمل باستخدام تقنية التدريب الافتراضي. أشار حميدان إلى أن الوزارة في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات التدريبية فإنها مستمرة في إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات بهدف تطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين على العمل وزيادة فرص توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص ضمن برامج التدريب والتوظيف. من جانبهم أشاد أصحاب معاهد التدريب بدعم الوزارة في تجاوز أي صعوبات تواجهها معاهد التدريب الخاصة وبمساندتها لتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية.